الشيطان على عجاله بدقيقتين. طيب عبدت الشيطان، وهذه سنفصل فيها بالصور وان شاء الله في المستقبل يعني يستطيع ان يتحمل المشاهد ما سيراه. عبدت الشيطان قامت على اصل من الاصول. قلنا ان الاماميه قامت على معتقد الركن، وهو ركن الامامه. وقلنا ان اهل السنه والجماعه يقومون على اصل، وهو توحيد الله عز وجل. نعم. وقلنا ان النصرانيه تقوم على مساله الصلب والفداء في حق المسيح عليه السلام. نعم. عبده الشيطان طبعا هم قسمين، هناك عبده شيطان غربيه. نعم. وهناك عبده شيطان موجوده في العراق وتسمى اليزيديه، مش الزيديه، اليزيديه. نعم. اليزيديه. نعم. فعبده الشيطان الغربيه تقوم على اصل، وهو رد الاعتبار لهذا الشيطان المسكين حينما طرده الله من الجنة. هذا الأصل. طيب يا جماعة، ما نقول جماعة الخير، يا جماعة كيف ترد له الاعتبار؟ قالوا نتقرب إلى إبليس بكل شيء يحبه. هؤلاء موجودون الآن، موجودين في كل مكان. نعم، في كل الدول العربية بلا استثناء. طب أنا عندي سؤال. أنا أقول بلا استثناء. نعم. كان لكم تجربة مع أحد عبد الشيطان بأحد دول الخليج العربي؟ أنا أريد بصراحة أن تنقل لي هذه التجربة. هذا في منطقة ونختم بها إن شاء الله. في كوكب، في مدينة على يعني كوكب الأرض، في مكان ما على وجه الأرض. طيب. مدينة كذا. بشكل سريع بقيت 100 دقيقة. كبيرة. دعيت إلى مكان وطلب مني أن أتناقش مع أحد الشباب، للأسف هو رابع هندسة. نعم. فسألت طبعا ماذا كان الأصول، احنا دخلنا في القصة. نعم. أنا هدف القصة. أي القصة. أنا جلست معه قلت له يا فلان، طبعا أنا أعرف أنهم هم يشربون الدم. نعم. وعنده صور موجودة موثقة، يشربون. نعم. الدماء، يغتسلون بالدماء، يذهبون إلى مقابر المسلمين، المقابر ويرقصون رقص جماعي، الجماع يتعاقبون، يعني أمور. نعم. ما هي طيبة. نعم. فسألت قلت له يا فلان، هل شربت الدماء؟ قال لا يا شيخ، لا أنا مبتدئ، لي سنتين بس. قلت له طيب إيش سويت فلان؟ قال أنا تروشت بالدم بس. أعوذ بالله. هو تروش من سنتين، مبتدئ وتروش من سنتين. إيه؟ لا، هو لي سنتين في الجماعة، فهذه المرحلة بس اغتسل بالدم. قلت له بأي دم؟ قال اغتسلت بدم القط الهر. قلت له ما تشرب دم؟ قال لا جماعة اللي يشربوا هذا في الأردن شيوخه. نعم شيوخه. فهم يعني الشاهد أنهم يشربون الدماء، يغتسلون بال طيب أنا أستأذنك فضيلة الشيخ.